بالنسبة للدخول كانت أجواء زوينة، ملي تما تلاقينا مع صحابنا شفناهم اليوم نشطنا معاهم، وبالنسبة للتسيير كنا عطاونا ملفات نجمعوهم وبزاف الحوايج. كانت تسير في عرقالات، خاصنا بنادم يسير داك الشيء باش يكون تسهيلات في الدخول والإجراءات باش نتسجلوا. وتلاقينا مع صحابنا وداك الشيء كان زوين بزاف، حيت ملي تمشناهم وفرحنا معاهم. كنتمنى لأي واحد عنده البكالوريا والجهاوي يخدم مزيان باش ينجح إن شاء الله، ويشوف من مورا داك الشيء شنو يدير. فيما يخص الدخول المدرسي هذه السنة هذه في الثانوية الحسن الثاني، إذا تتسم بواحد العشوائية، بواحد الارتجال، بحيث السنة الماضية كنا كونا لجنة من طرف الجمع العام ديال المؤسسة باش يمكن تمشي للناس المسؤولين، المديرية الإقليمية ديال بني ملال. وصلنا بعد واحد المجموعة ديال الحوارات الماراثونية مع المديرية أن تقلص البنية اللي هي مشكل في المؤسسة، البنية التربوية اللي هي مشكل عويص في المؤسسة. علاش؟ لأن عدد الأقسام اللي تيعطيونا عدد الفصول تيتجاوز بكثير الامكانيات ولا البنيه التحتيه القاعات اللي عندنا. كما تشوفوا معنا العمليه ديال البيع والشراء في اللوازم التسجيل المدرسي كتمر باجواء عاديه بحال السنوات اللي فاتوا. كاين واحد التنسيق، واحد نوع من التنسيق مع الاداره، بحكم ان الدراري خدامين هنا تيقدموا نصائح للتلاميذ انا اش غيديروا، واش فين غيخلصوا، باش غيبداو. كاينين شي وراق خصهم يتصاوبوا بالنسبه للجدع المشترك، خصهم يتصاوبوا في المقاطعه. وكاين واحد يعني واحد التغيير في هذا الملف الزرق، كانت السنوات اللي فاتوا كانت واحد الجمعيه اللي مكلفه به، هذا العام هذا ما بقاش مكلفه به، هذا هو التغيير اللي كاين. المهم على في جميع الاحوال الدراري خدامين مزيان الحمد لله، يعني الاجواء ديال البيع والشراء تمر باجواء عاديه، يعني ما كاينش اشكال. اليوم كنتواجدوا في ثانويات الحسن الثاني التاهيليه، وكما كتشوفوا كاين زحام بزاف، كاين واحد الاكتظاظ كبير. وبالنسبه للثانويه الحسن الثاني يعني فيها واحد العدد كثير بزاف، ان في القسم كيكون في 47 واحد، 48، 49، وحتى في النوبه في الدخول المدرسي. بالنسبه للنوبه يعني كتبقى واحد المده طويله، تتوصل حتى لساعه ساعتين باش توصلك النوبه باش تخلص وتقد امورك. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.